إلى مدينة بشار لنحضر اللقاء السنوي المعروف بوعدة الديوان التي يجتمع فيها الناس ثلاثة أيام كل سنة على أنغام القرقاب والقمري. طبعا اللقاء يقوده المقدمين وهم الشيوخ الذين أخذوا على عاتقهم المحافظة على هذا التراث الذي يعود حسبهم إلى 4 قرون. في المتمعن وفي طريقة الرقص يجد بأن الكثير من الحركات تترجم ماضيهم المعبر عنه ربما باللونين الأخضر والأحمر عند بعض الحاضرين الذين يدخلون حلقة الرقص. طبعا موسيقى القرقاب والقمري لا تتوقف إلا إذا أسقطت راقصا على الأرض. لنتابع هذا الرفورتاج. ما حكم ذبابة سقطت في كأس حليب في رمضان قبل ساعة من الإفطار؟ هذه هي قصة عبد الغني ساتينيت رئيس جمهورية القطط. هناك من يقول أن عالم الجن لم يبقى من ملكه إلا الأسطورة ولم يشمل من فرقتهم المسافات. الديوان أو الوعدة التي تلم شمل البشاريين ثلاثة أيام بلياليها من كل سنة، يختلط فيها حابل آلة القرقاب والقمري بنابل الهائم في الأجواء الروحانية، ويحج لهذه الأيام وأجوائها المئات من المحبين على خطى سلفهم. هذا الديوان هذا عليها قرون، أراها 4 قرون ونصف على مستوى المغرب العربي. ولهذه أعادة قبضنا جدنا الأولين والشيوخ الأولين، وكل عام هكا دار وعدة من ضرب الأولين قدامنا نزيدوا حنا هذي إيوا هكا نجمعوا الخير باش الناس تعرف بعضها وتلصق المحبة. نسوة ورجال، أطفال، والحلقة الأهم الشيوخ، أو بعرف الديوان يطلق عليهم اسم المقدمين، يلتفون حول ضاربي القرقاب والقمبري. ويبادلوهم بدورهم الغناء أو الجديب كما يسمى في أجواء يلقبونها بالروحانية. وكاين بزاف اللي يكون قاعد ويجذب في بلاصته، خاطر ما جوارحه يجذب في بلاصته، ما يبغيش ينوض كيما شي وحدين، كل واحد والطريقه نتاعه. كاين اللي قاعد يبكي في بلاصته، وكاين اللي ينوض ويجذب يكون حال يدير اللي بغى، طب يدير يجذب ويبكي وبزاف صوالح يديرهم. قمة ما في الليالي هي الوصول إلى الجدبة أو الحضرة كما يسميها البعض، وهي الرقصة التي يستحضرها أتباع الديوان في كل ليلة، حيث هناك من يجدب على إيقاع آلة القمبري. والبعض على آلة القرقاب. على أن تليها الطقوس التي تشاهدونها والتي قد تكون غريبة عن ناظركم، إلا أنها واحدة من أساسيات الوعدة، وهي أن يضرب الفرد نفسه بالصوت. وحتى ضرب الجسم بالسكاكين واستنشاق البخور. Thank you.
ختام الأيام الثلاث يكون بالدعاء والابتهال. العام الجاي تشوفوا ديوان تاع نسا فيهم بحسنا، والجمعية نتاعنا اسمها نمط إحياء النمط التراثي والسياحي، ديوان تاع نسا. هذه الخطرة شفتوا تاع الرجال، والخطرة الجاية تشوفوا تاع نسا إن شاء الله. مثل ما يعتزمن.